هل هم قالوا احنا ما تقبلنا؟ لا انا ما سمعت احد صراحه، بس ما اعرف اللي قبلني. لا ردت فعل، عطني موقف معين تقول انا حسيت من فلان انه ما قاعد يتقبلني. نقد هباص الباري عليك. علي ايش قال؟ متهجم قول انت فيه كنت فيه كنت فيه كنت فيه على الهواء؟ طيب حد يمكن هو على الهواء شاف موقف معين وحاب انه ينتقدك طبيعي. لا بس احنا اتفقنا احنا كلنا اتفقنا ان اي شيء زله على فلان تحت الهواء. تعال فلان ترك سويت كذا وكذا ترى دي غلط ترى ليش سواها بس؟ يمكن هو شوي ما كان يضرب يضرب. يمكن ابغى يروح بدون تحيز. عشان ينادونه؟ يمكن. طيب يا فحان خليني اكون معك واضح. أنا متفهم كتجربة أولى تحصل لك ولسه بعض التوازنات قد تكون موجودة، ترى الناس حتتفهم إنك أنت إنسان توه جديد، واللي سويته مش بيع لإخوانك، هي ردة فعل منك من قلب طيب وحبيت إنك أنت توضح وجهة نظرك. نفس الشيء بالحين أنا أكون بين وبين المقدمين شيء حساسية، أنا ما أحب تصرف معين، هذا أمر طبيعي، لكن إحنا ما نطلعها كل الخبرة هي تكمل في هذا المكان. انا مؤمن ايمان تام ان الجمهور يحبك والجمهور حيدعمك، واكيد الجمهور يمكن ما حيرحب الفكره اللي ذكرتها ان اخوياني وما ادري ايش واخذتهم بجانب السلبي كامل، لكن هذا ان دل على واقعيه وصراحتك وحبيت ان تقولها قدام الناس، وبرضه لازم انا اشوف انك تحلها قدام الناس. ولا شو شفت؟ اللي تشوفه يا ابو عمان. لا مو انا، ابيك انت بقناعتك. يعني انا ودي انه بس انهم يعذروني في الشيء اللي طلع والشيء اللي بينته، لانه هو حقيقي. من وجهه نظرك حقيقي؟ اشوف انه حقيقي. انا من وجهه نظري بس بعض الاوقات يمكن انا خويي يسوي تصرف يمكن غير ارادي، ارى انه هو حاقد علي. هو صحيح مش حاقد علي، بس تصرف من قصه لعبه نفس موقف معين قلت لك مؤخر من عندي. انا يمكنني منفس بقصه معينه ذكرت اهلي وقلت هالكلمه ياخذها من حمد. ايوه والطرف الاخر ياخذها من حمد جد، واعتقد انت يمكن شويه دخلت في هذا الجانب. طيب احنا بنحلها ان شاء الله مع بعض ومع المتسابقين، والمتسابقين اكيد راح يرحبون فيك بشكل كبير. طبيعي في شيء متسابق في راي معين تجاه ويانا وخيانا يتقبلونا لانه هم يعرفون ان هذا هو منا شيء ترى يا ابو لا وين فقط سوءك وين حل؟ يا سلام عليك، انت ان كان في خلافات بتحلونا، وين ما كان في خلافات سمع الله يا سلام عليك. اللي انا احبه